بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح حاجة اسمها قائمة متعددة المستويات. هنا عندنا في الوورد، تمام، هنلغي دي كده. عندنا مثلا 1 2 هنا 3، هنيجي هنا نحددهم ونروح هنا نشوف فيها ايه. مبدئيا كده لو جيت تجرب واحدة من دول هتلاقيها بتعمل لك تقريبا نفس الحاجات اللي موجودة في الترقيم العادي. يعني مثلا لو ضغطت على دي هتلاقي، بص هنا لما تضغط عليها عمل لك انهي ترقيم ده. بس الفكرة بقى ان انت هنا عندك زي ما تقول اتاحيات اكتر في موضوع المستويات، تمام؟ يعني شايف من موضوع المستويات اللي اتكلمنا عليه ده قبل كده. طيب بس عندك هنا بقى في اختلاف، تعريف قائمة جديدة متعددة المستويات. هنا عندك هتلاقي ايه المستوى، كل مستوى عشان تعدله. بص كده لاحظ معايا، بضغط على 2 المستوى التاني اهو، على 3 المفروض ان يوديني على ده، على 4 يوديني على ده، وهكذا، تمام. فانا مثلا هختار مستوى رقم 1. انت هنا ممكن تختار التنسيق اللي انت حابه، يعني تحط العلامة دي او تحط اي علامة تانية. طبعا الخط برضه هيدخلنا على نفس الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ظبط فيها براحتك، الوان وخط وتنسيق وفونت نوع الخط يعني، وحاجات كتير وحجمه وكل حاجة. النمط بتاع الرقم ده، عايز النمط يبقى كده ولا النمط زي ما انت شايف كده، اي واحدة من دول بقى اللي انت تحب، اللي انت تحبه يعني. فلو مثلا احنا هنختار حاجة من دول مثلا، ساعتها هيبقى في حاجات تانية تفتح لنا، لان بدء الترقيم مثلا هيكون زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الترقيم، على حسب الترقيم اللي انت عاوزه، عايز يبدأ بترقيم ايه. فهنسيب دي زي ما هي كده خلاص يعني. وطبعا معلش انا بص، ما بصش للجزء اللي هناك ده لان هو في الاول مش هيكون موجود. انا هعمل اظهار اقل دلوقتي، هي بتبقى كده في الاول، تمام. فخلينا في دي بس الاول، وهكذا. احنا وصلنا لغاية الرمز النقطي هنا. موضع الرموز النقطية بقى ممكن تعمل محاذاة. بص كده معايا يعني، بص عايزك تبص على الحتة بتاعت المعاينة دي اللي بيحصل، فاهم؟ هو ده اللي بيحصل. بس خد بالك بقى من المحاذاة دي، يعني دي بتخليك تتحكم 100% في السطر بتاعك بس. فعندك تحريك النص برضو نفس الكلام، النص هو اللي بيتحرك، لاحظ، مش السطر بالنمط، تمام. فادي ايه السطر اللي بيتحرك، برضو اتاحية كاملة او تحكم كامل في النص عندك. الكلام ده ما كانش موجود هناك. لو لاحظت بص هنا دي بتتحرك معايا، فعشان كده بقول لك ان هي بتعين لك او بتعمل حاجات كتير ما كانتش موجودة. فطيب عندك المزيد، ممكن دي بقى نشوفها شوية. في المزيد دي يعني انا عايز اخليها في حلقة تانية يعني، او في فيديو تاني، لان فيها شوية حاجات كده معينة لازم يعني ايه تاخد وقتها يعني. يعني مش عايز اخش فيها دلوقتي، ماشي. خلينا مثلا في تعيين كافة المستويات. هنا بقى بيعين لكافة المستويات دي كلها، الأول والتاني والتالت والرابع وإلخ لآخره. بتحدد لهم بقى نفس كل حاجة دي كده، بس المستويات كلها. بس هتجرب برضو عليهم هتلاقيهم، وتتك موافق هتلاقي بقى على برضو الشكل بتاع المعاينة زي ما انت شايف كده، بس طبق عليهم كلهم وبس كده يعني. كل حاجة هتجربها هنا هتلاقيها بتتعمل هنا على المستويات كلها، ففيها تحكم كامل لجميع المستويات. بس كده، أتمنى مكنش طولت عليكم، وشكرا.